يا رب يا رب يا رب. يلخص هذا الفيديو المصور من هاتف النقال عملية إنقاذ طفل من وسط السيول التي غمرت وادي رحبة شرق مدينة مأرب، فيما غرق طفل آخر على الضفة الأخرى من هذا الوادي. جاء من المطر خلنا في البيوت ومطر علينا في الخيام حقنا كلها، ما فيش يعني لا سلطة لا بيت قنبنا ولا في أي حاجة، وإحنا متضررين يعني ضرر كثير. إمكانات متواضعة لدى أجهزة الدفاع المدني، 10 أشخاص من النازحين بينهم نساء وأطفال قضوا خلال موجتي السيول الأولى والثانية في غضون شهرين، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ شخصين آخرين. نواجه بعض الصعوبات التي تحد من قدرة الدفاع المدني في المحافظة، حيث أنه لا يوجد الدعم اللازم من قبل وزارة الداخلية. خيام النازحين قديمة ومهترئة وغير قادرة على صد الرياح العاتية وتحمل كثافة هطول الأمطار، فتبقى دائما عرضة لأي مخاطر طبيعية أو عسكرية. يرى هؤلاء النازحون أن الحل الجذري لمأساتهم يكمن في السيطرة على حفر الصرف الصحي المدمرة وتغيير مسار المياه الغزيرة عن مناطق المخيمات وتفعيل دور جهاز الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلى أن يحدث ذلك قد يفقدون مزيدا من الأرواح. عمر المقرمي، العربي، مأرب، شرقي اليمن.